السلام عليكم. 50 عاما على ذكرى تأسيس الحركة الناصرية في اليمن التي تعود جذورها الفكرية إلى السنوات الأولى لقيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 في مصر. بحسب أرشيف الحركة الناصرية فقد مرت بمراحل ثلاث: مرحلة التيار العام، ومرحلة التيار السياسي والفكري، ومرحلة قيام التنظيم الناصري عقب إعلان التعددية الحزبية إبان الوحدة. تعرضت كوادر التنظيم الناصري للإخفاء القسري والتنكيل بعد المواجهة المبكرة مع نظام المخلوع صالح، وتحديداً القيادات التي كان لها الأثر الفكري والسلوكي، وانعكس ذلك على تدمير عقل التنظيم الناصري الذي كان يمثله هؤلاء والانتكاسة التي لحقت بالناصريين بعدهم. كان من أبرز التحولات السياسية التي مر بها التنظيم الناصري منذ إعلان التعددية الحزبية في بلادنا المشاركة بتأسيس مجلس أعلى لقوى المعارضة، وصولاً إلى اللقاء المشترك، إلى ثورة الشباب التي أوصلتهم إلى السلطة بعد سنوات من التهميش والتفريخ. وهنا نتساءل، ماذا تعني هذه الذكرى في مثل هكذا ظروف تمر بها بلادنا؟ وماذا عن إسهام الناصري بمعركة الشرعية وإسقاط الانقلاب والدولة الاتحادية؟ هل تكون هذه اللحظة الفارقة خطوة للمراجعة الفكرية والسياسية، وخصوصاً فيما يتعلق بخطاب كوادر الناصري تجاه الآخر؟ حول هذه التساؤلات والتناولات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي ماهر أبو المجد. مساء الخير أستاذ ماهر. أهلا وسهلا. مساء النور. كما سينضم لنا مشاهدينا الكرام عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأستاذ محمد يحيى الصبري، وكذلك الكاتب الصحفي أحمد شوقي. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. نحو 50 عاما على ذكرى تأسيس الحركة الناصرية في اليمن التي تعود جذورها الفكرية إلى السنوات الأولى لقيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 في مصر بقيادة جمال عبد الناصر، إلا أن الحركة الناصرية لم تتبلور في اليمن في إطار تنظيم سياسي إلا في منتصف الستينات عند تأسس التنظيم الناصري كتنظيم موحد لليمن شمالا وجنوبا. دخلت الحركة الناصرية في مواجهة مبكرة مع نظام صالح، خصوصا بعد مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي الذي باغتياله تم اغتيال المشروع الجمهوري السبتمبري واغتيال مشروع التصحيح الذي كان له حضور فاعل فيه. تبلورت على إثر ذلك انتفاضة أكتوبر بقيادة عيسى محمد سيف، والذي قدمت حينها الحركة الناصرية العديد من الشهداء، خصوصاً بعد الإجهاز على الانتفاضة وتعرض كوادر التنظيم للتنكيل. بعد سنوات من الملاحقة الأمنية لكوادره، ظهر الحزب للواجهة مع عشرات الأحزاب التي أعلنت عن نفسها عقب قيام الوحدة اليمنية. شهد الحزب محاولات تفتيت كثيرة، وقام النظام السابق بتفريخ عدد من المكونات الحزبية التي خرجت من عباءة التنظيم الأم. عقود من التهميش والإقصاء وغياب الفعالية والتأثير اقتصر في أغلب الأحيان على دائرتين انتخابيتين وعدم تمثيله في الحكومة، حتى جاءت ثورة فبراير فأعادت الحزب ومعه أحزاب اللقاء المشترك لواجهة الأمور. وضعت تلك الأحزاب بعدها أقدامها على عتبة السلطة وأصبحت شريكة في الحكم والتسوية. في معركة الشرعية والوقوف ضد الانقلاب كان للتنظيم الناصري حضور مبكر في مواجهة الانقلاب سياسيا ومدنيا، وكذلك الإعلان الصريح بتبني مخرجات الحوار الوطني مع كل الأطياف السياسية والتحول نحو الدولة الاتحادية. استطاع الناصريون إحداث عملية تجديد في كوادره القيادية في الصف الأول والثاني وتبني خطاب وطني خلال جولات مؤتمر الحوار، وعبر عن رفضه لاتفاق السلم والشراكة الذي وقع تحت هيمنة سلاح الميليشيا. يرى مراقبون أن خطاب بعض كوادر الناصري تجاه الآخر وما يحمله من مضامين شمولية أبرز المآخذ على التنظيم، وكذلك غياب المراجعات الفكرية لمواكبة التحولات التي تمر بها الحركة الوطنية والدولة الوطنية الديمقراطية في بلادنا. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو أستاذ ماهر أبو المجد. أستاذ ماهر، إذا ما بدأنا من ما الأهمية التي تمثلها هذه الذكرى 51 لإنشاء التنظيم أو لبداية بروز هذا التنظيم على الساحة اليمنية؟
أولاً نهني أعضاء وقيادة التنظيم الناصري على مرور 51 عاماً من التجربة السياسية. ثانياً الحديث عن التنظيم الناصري هو حديث عن تجربة سياسية مفعمة بالأحداث والمعاطفات التاريخية التي مرت بها اليمن بشكل عام. فالتنظيم الناصري كان حاضراً في كل التحولات السياسية التي حضرت اليمن، ولا شك الذكرى هذه هي إعادة أو إحياء للعمل السياسي في ظل ما تشهده البلاد من انقلاب وهيمنة للسلاح على وهيمنة الميليشيات على الدوائر السياسية وعلى العملية السياسية التي أصبحت هباء منثورا الآن وما ذهبت إليه البلاد الآن. طيب كيف أثر الحضور المبكر للتنظيم الناصري على العملية الديمقراطية في البلد؟ التنظيم الناصري أولا لابد يعني أن نعرج على بداية التنظيم الناصري. التنظيم الناصري هو في البداية كان امتداد لحركة التحرر العربي بداية من التي انطلقت من مصر في ثورة 23 يونيو 52. كان هناك مد قومي انتشر في البلدان العربية ومنها اليمن. هذا التنظيم المد القومي وصل إلى اليمن ومر بالعديد من المعاطفات. التنظيم الناصري كان حاضراً في العديد من المعاطفات في مرحلة الستينيات وثم في السبعينيات، وهي أهم مرحلة حصلت فيها تقلبات للتنظيم الناصري وما تلت هذه المراحل أيضاً. نعم، طيب هذا الأمر كان مرتبطاً بما يحدث في الإقليم بشكل عام. هناك أحداث مرت، أحداث مركزية، وأيضاً حدثت أحداث محورية بداخل اليمن. كيف كانت العلاقة بين هذه الأحداث في اليمن وبين الأحداث في الخارج والفكرة الناصرية أو التنظيم الناصري بداخل البلاد وتطوره شيئاً في شيئاً؟ لا شك لا تستطيع انقلات أيضاً أو نظر إلى التجربة الناصرية في اليمن بعيداً عن التجربة العربية والمد القومي والزخم القومي في مرحلة الخمسينيات والستينيات. يعني التنظيم الناصري كان متأثراً كان امتداد لفكر جمال عبد الناصر، الفكر التحرري ضد الهيمنة الاستعمارية التي كانت حاضرة في الأقطار العربية. ثم بعد ذلك تشكل التنظيم الناصري عبر عدة أنوية وعبر عدة مسميات، مرورا بالحركات الطلابية والحركات العمالية والحركات النقابية، أيضا الحركات الطلابية التي كانت في الخارج، مر بالعديد من المنعطفات في تحت مسميات وفترات كثيرة، من مثلا الطليعة العربية ثم الطليعة اليمنية بعد 74 والقطيعة التي حدثت أيضا ما بين التنظيم الناصري مع التنظيم القومي العربي، قطيعة على مستوى ليس على مستوى التنظيم بعد أن فارق الحياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأتى لسدة الحكم السادات في مصر، وحدث انقلاب على الفكر الناصري وعلى المشروع الناصري، فحدثت نوع من القطيعة وتأثر التنظيم، لكنه بقى نوع من التواصل على مستوى الفكر وعلى مستوى أو على المستوى السياسي أيضا. لكنه التنظيم الناصري بعد جمال عبد الناصر أيضا خصوصا في اليمن، التنظيم الناصري انشغل في كان له بعد وطني وكان حاضر في المنعطفات الوطنية بدءا من ثورة 62. كان حاضر التنظيم الناصري وهي امتداد للزخم الزخم العروبي وحركات التحرر العربي والحركات التقدمية. ثم كان حاضر التنظيم الناصري في انقلاب 5 نوفمبر أيضا كالانقلاب على المشير السلال. بعد ذلك يعني التنظيم الناصري إلى أن تأسس في إطاره السياسي أو الإطار التنظيمي في عام 65 على ما أظن. كان هذا التأسيس أيضا في اليمن في حقبة العمل الحزبي السري، لم يكن هناك متاح للعمل الحزبي في اليمن إلا من بعد دستور الوحدة. فظل امتداد التنظيم الناصري في الستينات، ثم دخلنا بمرحلة السبعينات وهي أهم مرحلة شهدت تحولات للتنظيم الناصري. يعني لماذا كانت هذه المرحلة بهذه الأهمية؟ ما هي النقاط التي جعلت هذه المرحلة محورية بالنسبة للتنظيم الناصري؟ أولا هو حركة 13 يونيو التصحيحية التي جاءت بالرئيس إبراهيم الحمدي لسدة الحكم في 74. كان منفتح على جميع القوى، حاول يتحالف الرئيس مع الرئيس الحمدي، كان يحمل مشروع وطني، حاول أن يتحالف مع جميع القوى الموجودة في الساحة آنذاك. كان الناصريون موجودون وكانوا يحملون هما وطنيا، على ما أتذكر أنه الرابطة الطلابية بعد مجيء حركة 13 يونيو كانت مقرها في القاهرة، رحبت
رحبت بمجيء إبراهيم الحمدي إلى السلطة آنذاك وأعلنت 10 نقاط من ضمن النقاط التي كانت الترحيب بالحمدي، وطالبت من الرئيس الحمدي على أساس المضي في باتجاه تحقيق أهداف 26 سبتمبر والاستعانة بكفاءات لحكم الدولة وتأسيس جيش وطني بناء على ولاء وطنية. وبعد ما رفع، يذكر أنه الرئيس الحمدي كان يعمل مشروع وطني وهو أول من رفع شعار الدولة المدنية الحديثة التي أتى بها اليمنيين، كان الناصريون حدث نوع من التقارب على مستوى المشروع بين الناصريين والرئيس الحمدي. هذا ما جعل مرحلة السبعينيات أهم مرحلة وفاصلة في تاريخ الناصريين في اليمن، هو التقارب الذي حدث ما بين الحمدي وبين الناصريين. يعني كانت الأوج في تلك الفترة. أيوة بعد ذلك. وما حدث بعد ذلك من بعد اغتيال الرئيس الحمدي ثم حركة 15 أكتوبر 78 التي تلقى فيها الناصريين ضربة قوية، تم تصفية قيادات الصف الأول وأعتقد قيادات الصف الثاني، وما حصل من ملاحقات أيضا وإخفاء قسري لمعظم قيادات التنظيم الناصري في بعد انقلاب 78 أو حركة 78. وكيف استطاع التنظيم الناصري أن يبقى وأن يواصل أيضا البقاء بعد هذه المرحلة؟ كانت تجربة عظيمة، وهذا دليل على أنه التنظيم الناصري أيضا للإنصاف، يعني أنه التنظيم الناصري كان هو يحمل فكرة بقدر ما كان، لم يكن مرتبط مثلا بشخص إبراهيم الحمدي وإنما كان مرتبط بمشروع الحمدي، ولهذا بقي الناصري رغم الضربات التي تلقاها. طيب في تلك الفترة هل كانت روابط التنظيم أو الفكرة الناصرية بشكل عام ومن يعمل لأجلها كانت مرتبطة بشكل عميق مع بقية التيارات الوطنية بداخل البلاد، التيارات التي دفعت عن الجمهورية في إبان تلك الحقبة سواء كانت منها التيارات الإسلامية أو غيرها؟ كان السقف والمظلة التي كان يناضل عليها اليمنيون كان مشروع، يعني لم يكن هناك أطر تنظيمية بالمعنى الذي ظهر أيضا من بعد التسعينات. كان هناك أطر سرية يعمل من خلالها اليمنيون، لكن كان هناك مشروع وطني يعمل الكل تحت سقفه. يعني في الستينات كان الزبيري ورفاقي الأحرار ثم اليمنيون وعلي عبد التنظيم ضباط الأحرار علي عبد المغني، كان هذا من حاتم أبو حاتم، هذا بعد كان من الناصرين. هؤلاء أيضا كانوا لا يعملون إلا تحت سقف مشروع وطني. ثم بعد ذلك مرحلة الانتكاسة التي حاولت تتعرض لها ثورة 26 سبتمبر هي التي دفعت بجميع القوى الوطنية من أجل الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر، وحصل هذا عندما تولى الرئيس إبراهيم الحمدي عندما صعد إلى السلطة، كان هو استعادة لثورة 26 سبتمبر التي كانت تم الحياد عنها والانقلاب عنها في 5 نوفمبر. فعادت ثورة سبتمبر مع عودة الرئيس إبراهيم الحمدي إلى الواجهة، والناصرين كانوا حاضرون وكانوا هم سند أو كانوا الحاضنة الشعبية التي اتكى عليها إبراهيم الحمدي في تنفيذ مشروعه الوطني. طيب ما بعد 78 إلى أن حصلت الوحدة وسمح بتعدد الأحزاب، هذه الفترة ربما كانت فترة نشطة للعمل السري بشكل عام بحكم أن هناك حزب واحد في اليمن أو المؤتمر الشعبي العام. بشكل عام الأمر هذا كيف أثر على الفكرة الناصرية برأيك؟ من بعد 78 تأثرت الفكرة الناصرية تأثر كبير، يعني بعد أن تم تصفية قيادات الصف الأول ثم قيادات الصف الثاني بقي، ستسألينك مثلا كيف بقي الفكرة الناصرية رغم هذه الضربات، يعني بقي فر النخب الناصرية التي بقيت فرت إلى الخارج. ثم انتقل التنظيم بفكره النخبوي إلى الخارج، مع الاحتفاظ كان هناك قواعد شعبية لتنظيم الناصري ظلت في مناطق معينة في نهم وفي مارب، لكن التنظيم استطاع أن يحافظ على حضوره بعد الضربات التي تلقاها وبفرار العديد من النخب إلى الخارج، ومن ثم اشتغل من عاد إنتاجه أو المحافظة على التكوين أو التنظيم هذا بالخارج. ثم بعد ذلك تلقى أيضا التنظيم الناصري ضربات أيضا من الداخل. نعم طيب سنتحدث عن ذلك، لكن دعنا نشرك معنا في النقاش الأستاذ محمد الصبري عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم أستاذ محمد. إذا ما بدأنا معك بأطوار أو المراحل التي مر بها التنظيم، هناك مراحل نظرية، هناك سياسية وفكرية، ومن ثم العمل السياسي المنظم بعد الوحدة، حدثنا أكثر عن هذه المراحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أتوجه بالتهنئة الحارة لكل أعضاء التنظيم بمناسبة ذكرى التأسيس 51، وفي نفس الوقت التهنئة لكل القوى والأحزاب السياسية الوطنية، لأنه مناسبة تأسيس حزب أو ظهور كيان سياسي هي مناسبات يعني تعطي دلالة لحدث يمس كثير من القوى الوطنية والمناضلين والذين يعملون في الشأن العام. وفي نفس الوقت التهنئة لكم ولكافة أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح. الحديث عن مسار التنظيم، تجربته وتاريخه، مسألة مهمة في هذا التوقيت، كما هي مهمة للحديث عن تجربة الحركة الوطنية اليمنية بشكل عام، لأنه تاريخ التنظيم ارتبط بأحداث كبيرة، حدث الثورة والجمهورية وأحداث اليمن الكبرى، تحولات بناء الدولة وتحولات قيام الوحدة وتعددية الديمقراطية، وكل المسار السياسي الوطني لا نريد أن نقول أنه يختزل بتاريخ حزب أو تنظيم، لكن يمكننا أن نقرأ مسيرة التنظيم الوحدوي والشعب الناصري ضمن المسيرة الوطنية، حركة التحرر الوطني للعمل القومي العربي، لكثير من الذكريات أو الأحداث الكبرى التي شهدتها اليمن. في قسمين في تاريخ التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يمكن الوقوف عليها بشكل مختصر، لأن المجال قد لا يسمح للوقوف على كثير من التفاصيل في حديث تلفزيوني، لكن بشكل عام ومختصر ومركز، تجربة ما بعد قيام الثورة والجمهورية، الثورة المباركة والعظيمة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، يعني حيث كان الناصريين جزء أصيل وامتداد رئيسي لحركة التحرر الوطني والقومي، وهذه الفترة تعتبر هي يعني لحظة الولادة أو لحظة النشأة، ومنها استمد التنظيم وكون برنامجه السياسي والوطني وعلاقاته الداخلية والخارجية من وحي هذا الحدث الكبير، حدث التجربة الناصرية العربية في مصر العروبة، مصر عبد الناصر، ومن ثم الانتقال إلى علاقة مصر ودورها القومي التحرري بأحداث ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر ضد الإمامة وضد الاستعمار. يعني بهذا نحن نقول نحن جزء من هذا التاريخ المجيد لأمتنا ولبلادنا، وكلما يرتبط بمفاهيم الثورة والجمهورية والدولة والأمن القومي العربي والمشروع الحضاري العربي الإسلامي، نكاد نقول أنه التنظيم جزء رئيسي من هذا الواقع، من هذا التاريخ، من هذه التجربة. ثم القسم الثاني اللي هو مرحلة التعددية السياسية، مرحلة ما بعد قيام الوحدة المباركة، الوحدة اليمنية، وفيها نستطيع نقول أننا مشروع الوحدة الوطنية هو جزء أصيل من برنامجنا السياسي والوطني، عملنا من أجله وقدمنا قوافل كثيرة من الشهداء والمناضلين، كما فعلت الحركة الوطنية جميعا. يعني نحن لا نقول حين نتحدث عن تضحيات التنظيم وريادته في المسار الوطني أو بمسار التضحية من أجل القضايا العامة، لا نحتكر هذه الميزة، على العكس، يعني نحن بالإضافة إلى كوننا أبناء يعني تجربة التحرر والوحدة القومية والوحدة الوطنية، نعتقد أننا كنا شركاء مع رفاقنا في الحركة الوطنية اليمنية، اليسار والإسلاميين وكل من خرط في هذا المشروع. طيب، هذا يعني هو من المعروف أن هناك تقارب، نوع من التقارب ما بين يعني القوى بداخل الحركة الوطنية، وكان يعني أثره واضح على سبيل على تاريخ أو مدى امتداد التاريخ السياسي اليمني. لكن الآن فيما يتعلق
بتأسيس التحالفات المعارضة منذ 1990 في الوحدة وما بعد ذلك من مجلس وطني ومن ثم مجلس تنسيق قوى معارضة في 97 وحتى تكلل ذلك باللقاء المشترك. كيف هو تقييمك لهذه المسيرة من التعاون أو التحالف مع القوى المعارضة في اليمن؟ هذا سؤال مهم وسؤال يرتبط بتاريخنا بمسار التنظيم. يعني ما هي الفكرة الرئيسية التي امتلكها التنظيم ببرنامجه وبرنامج عمله السياسي وحتى عمله التنظيمي وعمله الوطني بما يخص العمل مع القوى الوطنية الأخرى؟ نحن بنعتبر أن نحن أبناء تجربة تؤمن باتحاد القوى الوطنية في مرحلة انتقالية اللي هي تسمى مرحلة بناء الدول بعد الثورات أو بعد الانتفاضات، وأن هذه المراحل لا يستطيع أي طرف أن يدعي فيها امتلاكه للحقيقة أو للبرنامج الشامل والمطلق. نحن كنا منذ ولادة هذا التنظيم ونشأته الأولى نؤمن بالكتلة التاريخية، نؤمن بالتحالفات بالإيتلافات. تجربة الناصرية في هذا المجال سواء في مصر عبد الناصر أو فيما بعد على صعيد التجارب العربية الأخرى، التجارب القومية، كانت ترى أن العمل الوطني في مرحلة الانتقال يحتاج إلى بناء الائتلافات، يحتاج إلى بناء الكتلة التاريخية. ولذلك كان التنظيم شريك رئيسي منذ قيام الوحدة، على يعني قبل الوحدة كانت تجربة جبهة 13 يونيو اللي يخاض فيها الناصريين مع اليسار في جنوب الوطن القتال والنضال من أجل بناء الدولة الوطنية في ظل الصراع الذي كان يدور في تلك المرحلة، تجربة الحرب الباردة أو تجربة العربية، الصراع من أجل بناء الأوطان أو بناء الدول على مفاهيم معينة وبرامج معينة. بعد الوحدة كنا جزء أصيل من العمل على إنشاء الائتلافات والتكتلات ابتداء بالمؤتمر الوطني بعد قيام الوحدة عام 92، ثم الانتقال إلى مجلس التنسيق المعارضة، ثم التكتل الوطني للمعارضة، ثم بعد ذلك اللقاء المشترك، وبعد ذلك اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى أن وصلنا إلى ثورة فبراير المجيدة الذي نعتبر أنها كانت أوسع مجال للإئتلافات والاصطفافات، ليست بين القوى الوطنية المنظمة والحزبية ولكن ضمت إلى جانبها ملايين من اليمنيين تحت برنامج الثورة من أجل العدل، من أجل الكرامة، من أجل بناء الدولة المدنية، من أجل إسقاط سلطة الفساد. نحن فخورين أننا بكل تجربتنا الماضية والمتواضعة التي لا يعني كنا نؤمن أن الأوطان لا تبنيها قوى منفردة لوحدها، لا نؤمن لا بالإقصاء ولا بالتهميش، ولم تكن لدينا السلطة مغنم نسعى إليها. كنا نعتبر أن السلطة أداة وطنية لا يستطيع أن يحتكرها طرف، وخصوصا إذا كان برنامجه وطني. القوى الشمولية أو التسلطية أو الاستئثارية يكفي أنها جربت أن تنفرد بالسلطات وفشلت. نحن ظلينا في صف المقاومة الوطنية السلمية والمدنية لفترة طويلة من حياة التنظيم، وقدمنا قوافل كثيرة من الشهداء، لكن أيضا عملنا في نفس الوقت أن نكون شركاء مع رفاقنا في العمل في الحركة الإسلامية والحزب الاشتراكي اليمني أو قوى اليسار مع الوطن العربي الاشتراكي مع كل القوى الحزبية من أجل أن نبني اليمن وفق مفهوم الدولة المدنية الحديثة. طيب يعني هنا يبرز السؤال، يعني كيف تم تجاوز الصدام الأيديولوجي إن صح التعبير ما بين الحركة الناصرية والفكرة الناصرية وحركات فكرية أخرى مثل الحركة الإسلامية؟ هل كان ذلك عائدا إلى وجود هدف مشترك وهو مواجهة نظام صالح في ذلك الوقت، خاصة مع الفوارق حتى في الإقليم مثلا؟ أولا نحن يعني تراثنا الفكري وأدبنا السياسي سواء ما قبل الوحدة أو حتى من الستينات والخمسينات والسبعينات، كنا نرى أن المعركة بين العروبة والإسلام هي معركة مفتعلة غذتها كثير من دوائر الاستخبارات وكثير من القوى المتخلفة والمعادية لوحدة الأمة وحريتها ووحدتها. لم نكن نرى أن الخلاف بين العروبة والإسلام قضية تستحق أو أن يقام عليها الصراع أو نختلف من شأنها. حاولنا
يعني بقدر الإمكان قبل هذا، قبل قيام الوحدة وحتى قبل الائتلافات الوطنية، أن يكون بين القوميين وبين الإسلاميين أطر ائتلافية، مثل المؤتمر القومي العربي، مثل المؤتمر القومي الإسلامي، وعملنا معا في كثير من المجالات. على الصعيد الوطني أيضا عززت هذه القناعة، وخصوصا أن الوحدة الوطنية أو النسيج الوطني الاجتماعي في اليمن لا توجد فيه تلك الحساسيات التي تجعل من الصراع ما بين العرب والإسلام أو ما بين ما تسمى فكرة العلمانية أو فكرة الإسلام لها معنى أو دلالة على أرض الواقع. الوطن يكاد يكون أسرة واحدة، كلهم مسلمين وكلهم عروبيين وكلهم وحدويين، وكذلك حتى مع اليسار. يعني حين جاءت تجربة يعني إنشاء اللقاء المشترك وقبله مجلس التنسيق، كان هناك أرضية فكرية متقاربة، سواء من ناحية الدولة المدنية القائمة على قاعدة العدل والحفاظ على المواطنة وقيادة القانون والاحتفاظ للناس بكرامتهم في إطار نظام عادل يوزع الثروة بالعدل بين الناس، أو في إطار مفاهيم الوحدة الوطنية والوحدة العربية والوحدة الإسلامية. كان لدينا كثير من التقارب في المفاهيم في هذا الموضوع، ووصلنا بأن نضج يعني الأحزاب والتنظيمات السياسية كيانات مثلها مثل الكائن الحي، تبدأ في مرحلة من المراحل، تعيش مرحلة تقدر تسميها مرحلة من المراهقة أو مرحلة الطفولة السياسية، ثم تصل إلى مرحلة النضج. نحن نعتقد أن الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية كانت نقطة تحول رئيسية أنضجت الوعي السياسي الوطني نحو العمل السياسي السلمي والتعددي. ويكفينا أن حرب 94، يعني تلك الحرب التي يعني عملت جراحات كثيرة على الصعيد الوطني، تجاوزناها من خلال العمل الحزبي الائتلافي. يعني لم نتجاوز الآثار والوقاع على صعيد الميدان، لأنه كنا في المعارضة ولم يكن لدينا الإمكانيات التي نعالج فيها الجراحات الوطنية التي خلفتها الحرب. لكن يكفينا يعني أننا نحس أننا عملنا من خلال مجلس التنسيق على المعارضة ثم اللقاء المشترك على أن ننتج برنامج وطني على قاعدة الثوابت العروبية والمدنية والسياسية التي جمعتنا في برنامج واحد. ما يعني نعتبر هذه المرحلة هي مرحلة النضج السياسي الوطني للقوى اليسار والقوميين والإسلاميين في اليمن. وكلكم يعني على الأقل أنتم جيل لازلتم يعني في تعيشوا يعني آثار هذه التجربة اللي هي قريبة ليست بعيدة. نعم. لكن ما صنعته على أرض الواقع من مناخ سياسي وتعددية كانت هي الأرضية اللي قامت عليها ثورة فبراير. وما يجري اليوم من 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 من, من, من صراع وحرب وتمرد وانقلاب في اليمن لم تكن إلا محاولة لقطع هذا التراكم وهذا النضج السياسي الذي وصلنا إليه. طيب، هذا يدفع للتساؤل أستاذ محمد، ما هو مصير هذه الكتلة التي بدت في كثير من الأيام موحدة صلدة بمواجهة الكثير من المحاولات لاختراقها من قبل النظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح؟ الآن هذه الكتلة التي ضمت الناصري والإصلاح والاشتراكي وقوى أخرى في معركة الانقلاب الآن واستعادة أو معركة استعادة الشرعية من يد الانقلاب الآن، هل ستستمر هذه الكتلة وإلى متى؟ نحن الآن يعني هذه الثلاثة الأطراف اللي ذكرتها وكل القوى الوطنية سواء في الجنوب أو في الوسط أو في الشمال، هذه الكتل الوطنية التي آمنت ببرنامج بناء الدولة المدنية والمحافظة على الثورة والجمهورية وعلى أن يحكم اليمنيين بالقانون، هي اليوم جزء أصيل من الشرعية الوطنية، شرعية الدولة وشرعية السلطة القائمة اليوم التي نتمسك بها جميعا، وهي جزء من المعركة ضد الانقلاب وضد التمرد. الوضع تغير بالتأكيد من مجال العمل السلمي إلى مجال العمل العسكري، وطبيعة العمل في هذه المرحلة يعني تحكمه هذه الظروف. لكن اليوم نحن علينا مهمة ونحن في طريق العمل بها أو في سياق العمل من أجلها، هي أن نستنهض القوى الحزبية والمدنية والسياسية لكي تكون حاضرة بقوة في إطار معركة استعادة الدولة والدفاع عن شرعية الدولة وشرعية النظام السياسي التوافقي والمرحلة الانتقالية وأهداف
ثورة فبراير. نحن نسعى اليوم كما كنا دائما في التنظيم، مؤمنين ببرنامج العمل المشترك واستنهاض القوى الوطنية من أجل أن تبقى هذه الكتلة الصلبة، الكتلة المدنية، الكتلة المؤمنة ببناء الدولة المدنية، المؤمنة بحق اليمنيين بأن تحكمهم الدولة دولة القانون، دولة المواطنة المتساوية. ظروف تغيرت بالتأكيد، لكن هذه القوى الثلاثة التي ذكرتها، النصريون والإسلاميون واليسار الوطني، منخرطين بقوة في هذه المعركة، وهي معركة شاقة اليوم، لأن الحرب اللي تجري في اليمن فيها أقسام كبيرة من قوى التخلف التي تدعم المشروع الرجعي المنقلب على طبيعة الدولة، والمؤمن بالعنف والمؤمن بالسلاح والمؤمن بالوصول إلى السلطة عن طريق السلاح. نحن قوى آمنا أن الوصول إلى السلطة هو طريق مدني، طريق بعيد عن السلاح، بعيد عن البوت، طريق القانون. نحن في هذه المعركة الآن وفي صلبها، ولكن مطلوب اليوم من كل القوى، ونحن وجهنا دعوة من هنا من القاهرة، نعم، ودعوة أيضا من الداخل لكل القوى أن تستنهض دورها لكي تعود إلى طبيعة عملها الوطني بما يحافظ على الدولة والثورة والجمهورية. هي بطبيعة الحال التساؤلات تكثر، لكن ربما ضيق الوقت لا يسمح بالإجابة على جميع هذه التساؤلات. أشكرك أستاذ محمد الصبري، عضو الأمن العام لتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وبالعودة إليك ماهر، إذا ما تحدثنا عن نوع من التحول الذي جرى للتنظيم الناصري، هذا التحول أحدثه أو أحدثته ثورة 11 من فبراير، أحدثته لجميع القوى الوطنية ربما. هذا التحول أوصل التنظيم الناصري إلى السلطة بعد سنوات كبيرة من ما يمكن تسميته التهميش، كيف أثر على التنظيم برأيك؟ أولاً، ثورة 11 فبراير أحدثت العديد من التغيرات في التنظيم الناصري، ليس على مستوى حتى على مستوى التنظيم نفسه. التنظيم الناصري هو التنظيم الوحيد الذي، يعني هذه حقيقة تقال للأمانة، والوحيد الذي أقام مؤتمره العام بعد ثورة 11 من فبراير، وتابع أمانة عامة جديدة من اختيارات التنظيم نفسه. حدث نوع من الوعي خصوصا للشباب المنتمي لهذه الأحزاب بشكل عام. مثلا التغيير الذي حدث داخل التنظيم الناصري ولم يأتي بسهولة، أتى أيضا بضغط من الشباب، والشباب هم الذين كانوا مخالطون أيضا في ثورة 11 من فبراير. بالتالي هذا الضغط الذي أثمر أيضا وداخل التنظيم الناصري، كما ذكرت أيضا التنظيم الناصري بفضل ثورة الشباب وغيره من الأحزاب التي كانت محصورة في أيام النظام السابق، وكان هناك رقابة مسبقة على التنظيم وغيره من الأحزاب السياسية. كان هناك محدد سلفا مثلا حجم أعضاء الحزب، في وكان هناك ديمقراطية مقيدة أيام النظام السابق، فكان كل شيء يتم داخل هذه الأحزاب كان تحت هيمنة النظام السابق. من بعد 11 فبراير وصلت هذه بفضل الثورة وصلت إلى السلطة في حكومة في المرحلة الانتقالية في حكومة باسندوا. هذه التغييرات الجذرية التي حدثت هي أيضا نأمل أن تدفع بهذه الأحزاب لمواصلة أيضا مواقفها الوطنية ضد الانقلاب وتصدي الانقلاب، من أجل الحفاظ على تجاربنا السياسية ومن أجل الحفاظ على تاريخنا السياسي السلمي واستعادة الشرعية. طيب برأيك، يعني عندما تحدثت عن عمل مؤتمر عام للتنظيم، هل هي فترة مناسبة الآن لأن تقوم الأحزاب السياسية وعلى رأسها، بما أنه الحديث اليوم عن التنظيم الناصري، على رأسها التنظيم الناصري، عليها أن تقوم بإعادة ومراجعة فكرية وسياسية، خصوصا فيما يتعلق بفكرة الوطن وكيف يمكن التعامل مع بقية القوى الوطنية على الساحة وكيفية التعامل مع السلطة؟ هل هذا الوقت مناسب لذلك؟ هو بالتأكيد، مثلا الأحزاب اليمنية مضى عليها عقود طويلة من التحجر والتقولب والتقوقع أيضا داخل أفكار منغلقة وقد عفى عليها الزمن نوعا ما. الآن معطيات المرحلة وتغيرت أيضا بعد الانقلاب، لكن لنبتعد عن المثالية قليلا ونقول أن هذا الوقت هو وقت مقارعة الانقلاب.
بدرجة أولى، مقارعة الانقلاب، ثم أيضا إنتاج أو تبلور الأفكار الوطنية والأفكار الحزبية بما يخدم مشروع وطني يأتي على حساب الانقلاب وإعادة الشرعية، وفق مشروع وطني جامع لكل القوى، مشروع شراكة تختلف مثلا أهدافه ومتطلباته حسب متطلبات المرحلة القادمة التي تطلب بناء دولة ودولة تضمن لليمنيين حقوقهم بعيدا عن الحرب والقتل والدمار، دولة تضمن لليمنيين حقهم في الحياة بعيدا عن الحرب، في الحياة بسلمية وكريمة أيضا، لأنه شبعنا في اليمن تاريخ طويل من الحرب والقتل والدمار. فبالتالي الأحزاب لابد أن تنتج رؤى مستقبلية لدولة مؤسسات. أيضا الأحزاب هذه ضرورة أن تخضع نفسها لمؤسسة. الأحزاب اليمنية مع الأسف طيلة تاريخها طويلة هي كانت مشوهة بفعل الدولة التي كانت تحكم، يعني هي كانت الأحزاب هي جزء من الدولة، المعارضة هي جزء من السلطة آنذاك، وكان التشوه الذي حاصل في نظام السلطة في البلد أيضا هو أيضا حاصل في نظام الأحزاب. فبالتالي الأحزاب لابد أن تعود من جديد، تعود إلى العمل السياسي وفق معطيات ومحددات جديدة، لا نعود بنفسها بذلك الإرث التقليدي. طيب الآن وفي خضم هذه المعركة التي تواجهها جميع القوى الوطنية ضد مشروع الانقلاب، والتي يعني المعركة لصالح اليمن الاتحادي الجديد كما يتبناها الكثير من هذه القوى، الآن هناك من ينتقد خطاب كوادر التنظيم تجاه بقية المكونات الأخرى، هناك من يتحدث على أنه هناك نوع من الخطاب الشمولي تجاه الآخر، هناك نوع من الحديث على حساسية كبيرة أو مفرطة لدى كثير من كوادر التنظيم ضد أي نقد يتجه لهذا التنظيم، هل تتفق مع ذلك؟ ما يحدث هو أعتقد لم يخرج بخطاب رسمي أيضا من التنظيم في هذا المنحى، لم نلاحظ أي خطابات أو بيانات رسمية من التنظيم نفسه في باتجاه هذا المنحى الذي ذكرت. هناك تصرفات فردية أو تصرفات تفرضها طبيعة المرحلة الحساسة، أيضا الضغوط الحاصلة، لكن هذا لا أعتقد. أنا أعتقد أنه الخطاب الواضح، يعني حسب قراءتي الخطاب الواضح والصريح والرسمي للتنظيم الناصري هو خطاب وطني، وهو متفق أو متساوق أو ملائم مع كل الخطابات الوطنية التي تعمل على إنهاء الانقلاب، في سواء في الميدان السياسي في الميدان السياسي في الدوائر السياسية أو حتى على أرض الميدان. أعضاء التنظيم الناصري يقاتلوا جنبا إلى جنب مع أعضاء الإصلاح، مع أعضاء الاشتراكي في تعز وفي كل المحافظات اليمنية، كل أعضاء القوى السياسية بدون استثناء، لا يوجد هناك فضل لأحد. الشعب كله أيضا يقاتل بجميع مكوناته وأطيافه السياسية من أجل استعادة الشرعية ومن أجل استعادة الحياة الكريمة حق اليمنيين ومن أجل القضاء على الانقلاب الغاشم على صدور اليمنيين. طيب إذا إلى ما ترجع حدوث أو بروز الكثير من الحالات التي تتحدث على نوع من يعني حساسية كما قلنا تجاه الخطاب الآخر، هل هناك محاولة من قبل قوى تتبع لأي جهة ليس من مصلحتها أن تكون الجبهة الوطنية موحدة، هل تقوم هذه القوى بدس يعني دسائس أو محاولة الإيقاع ما بين هذه القوى الوطنية، أم أن هناك بالفعل نوع من الفجوة الحاصلة أو ما يمكن أن يكون فجوة ما؟ شوف، هناك سببين واضحين في هذا الشأن. السبب الأول أنه كان الأحزاب اليمنية هي فيما يخص التربية، هناك هي عملت على في داخل الأحزاب اليمنية الجميع دون استثناء، هناك تحقيق الانتساب لهذه الأحزاب بناء على تحشيد وتجيش لجماهيرها. لا يوجد هناك مثلا في انتماء لدى البعض، أيضا انتماء ايديولوجي صارم، لا يوجد هناك تنشئة سياسية بالمعنى الأصح، يعني هذا سبب، وهذا أثر أيضا، وأيضا في فجوة أيضا ما بين القيادات في جميع الأحزاب، ما بين القاعدة وما بين القيادات، هذا أيضا سبب. السبب الثاني هو ما ذكرت أيضا
تحالف الانقلاب يشتغل على في هذا المنحى بشكل كبير، ويحاول زعزعة الجبهة الداخلية الوطنية لمحاربة الانقلاب بكل المقاييس، حتى أنه نلاحظ هناك تفريخ لمواقف بعض الأحزاب. أيضا مثلا لاحظنا في العديد من المؤتمرات التي يعقدها تحالف الانقلابيين أن يأتوا بأعضاء من بعض الأحزاب من أحزاب كثيرة وتركهم بالواجهة وعلى أساس وإلصاق تهم ببعض الأحزاب على أنهم موالين أيضا الانقلاب وعلى أنهم متماشين مع الانقلاب. كل هذه الدسائس وهذه يعني وهذه المواقف التي تروج ويتم الترويج لها هي من أجل ضرب الجبهة الداخلية للوطنية أيضا لمحاربة الانقلاب، ومن أجل الاستفادة أيضا من فكفكة الجبهة الداخلية. نعم. طيب ماهر، ينضم لنا لمزيد من النقاش الكاتب الصحفي السيد أحمد شوقي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني على مر التاريخ في التعامل أو في الرؤية لقوى التنظيم الناصري وما جرى له، هناك الكثير من محاولات شق الصف إن صح الحديث، خاصة أيام صالح وصلت عدد أحزاب الناصرية إلى 13 حزبا. هناك كانت محاولات تفريخية حتى الآن بعد الانقلاب لمصلحة الحوثي. هذا الأمر كيف يقيم بالنسبة للناصريين أنفسهم؟ طبعا محاولات شق تنظيم الوحدة والشعب الناصري وتفريخه كانت يعني محاولات قديمة من بعد حركة 15 أكتوبر 1978، ولكنها كانت حركات بريدة بعد الفشل. كان هناك عدد من القيادات الوسطى والجديدة في التنظيم التي تم يعني تعذيبها للتعذيب ثم تحويلهم إلى عناصر أمنية واستخباراتية ضد قيادة التنظيم وعناصره وكوادره واستقطابهم، لعل أشهرهم عبد الله الجندي. هذه المحاولات بدأت بالفشل بعد عام 90، خصوصا انه يعني في عام 82 هناك حصر يعني فصل لبعض هذه العناصر الامنيه التي تم اكتشافها، وفي عام 90 بعد اعلان التعدديه يعني ظهرت 3 أو 4 احزاب ناصريه، احدها يعني كان دعم من النظام الشمولي في الجنوب. لكن القيادات المرجعيه التاريخيه المعروفه والمشهود لها بالنزاهه والمصداقيه استطاعت ان من خلال يعني عمل التنظيم وحده الشعب الناصري الى استقطاب عدد كبير جدا من المغرر بهم الى داخل التنظيم، والحمد لله يعني الاحزاب الثلاثه التي فرخت انتهت. بعد الانقلاب الحوثي جرت محاولات من قبل 2 من قياده الوسطى الذين تم يعني اقالتهم من مواقعهم بطلب من مكاتب التنفيذيه لفروعهم، ومحاولة إيجاد تيار ناصري، تم أيضا جذب عناصر أخرى من أحزاب أخرى ومن عناصر أمنية، بل وحضر يعني يمكن 7 من أعضاء المكتب السياسي للحوثيين باعتبارهم ممثلين للتنظيم الناصري. الجيد في هذه المسألة كلها أن الناصريين عبر تاريخهم كان هناك توحد، وكان هناك يعني نمط وجهة نظر متقاربة ونمط تفكير متماسك، وبالتالي لم يستطع لا نظام صالح ولا الانقلاب الحوثي ان يحدث اثرا كبيرا في التنظيم وحده الشعب الناصري على غرار احزاب اخرى كثيره. طيب هناك من يحمل احمد على افراد من التنظيم الناصري انهم يهتمون بالتفاصيل الصغيره خلال هذه المعركه التي تقودها القوى الوطنيه تجاه مشروع الانقلاب، انهم يهتمون ببعض التفاصيل الصغيره على حساب المشهد العام، هل تتفق مع ذلك ام تختلف؟ طبعا هو طبيعي ان يكون هناك بعض الملاحظات والاراء الناقده للاشكالات التي تحدث من خلال يعني سير العمل. هذه الاشكالات يعني تؤثر على وحده صف المقاومه وجبهه الشرعيه بالاصل، بمعنى ان السلوك الخاطئ هو الذي يؤثر على وحده جبهه الشرعيه، وحينما لا يوجد هناك اراء ناقده وهناك استيعاب للملاحظات، وحينما لا يتم مكاشفة يعني صناع القرار بهذه الأخطاء، يحدث الخلل ويتطور ويكبر، وبالتالي بعض عناصر أو شباب التنظيم ونشطاء التنظيم من خلال عملهم داخل المقاومة وداخل يعني العمل المدني والإنساني والحقوقي يطرحون ملاحظات بوضوح على قيادة المقاومة بالأول بشكل سريع، حينما لا يجدون يعني هناك التجاوب اللازم وكذا يتم طرحها للرأي العام يعني تؤخذ الملاحظات هذه بعين الاعتبار. هذا ليس اهتماما بالتفاصيل وانما مراجعات لازمه. اليوم انت تسمع ان الحوثيين او يعني طاقم حوثي صدم 3 فتيات في الحوضان ويعني قتلوهم بدم بارد.
ولا يجرؤ احد على التحدث، بينما في صف المقاومه حصل حادث ده الصف وتكلمنا حول المساله هذه وتم معالجه المساله عبر اداره الامن. هذا هل هو انجاز يحسب للراي العام ويحسب لهؤلاء النشطاء ام انه عيب في حقهم؟ هذا جانب. الجانب الاخر ايضا هؤلاء بعجاله احمد ليس لديهم نعم ليس لديهم مصلحه اقصد في اي وضع مختل، ونحن نريد دوله، وبالتالي حينما نسمح بوجود بعض الاخطاء بداعي يعني الحفاظ على الصف، وخصوصا ان هناك يعني من البعض قد لا يتقبل هذا الشيء، هذا هو الخطا بعينه. يجب ان نتعود على تقبل الاراء الاخرى ومناقشتها، وهناك يعني قصدي وسائل التوضيح وهناك وسائل المعالجه. نعم. اذا اشكرك الكاتب الصحفي احمد شوقي، كنت معنا على الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول لضيفي هنا ماهر ابو المجد الصحفي، كنت معنا في الاستوديو ماهر، شكرا جزيلا لك. كما هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي انا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري والفني، الى اللقاء.